Bonsoir. J'espère que vous allez très bien ainsi que votre famille. Bon, اليوم درس آخر درس في الرياضيات اللي هو عنده امتداد في درس الفيزياء السنة المقبلة إن شاء الله. الكتلة الحجمية en français la masse volumique. إذا هنا كنشوفوا بأن ديجا من العنوان كاينه كتلة وكاين حجم. إذا هناك علاقة بينهما، يعني غادي تكون عندنا تناسبية. الدرس ديال التناسبية اللي هو الكتلة ستكون متناسبة مع الحجم، يعني الحجم ديال أي مادة هي اللي غادي نشوفو دابا باش نديرو لا ديفينيسيون. دونك الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك، يعني عندنا لا ماس وعندنا لو فوليم، عندنا الكتلة والحجم ومتناسبين. إذا كيفاش نعرفو الكتلة الحجمية؟ هي كتلة أي مادة سواء كانت سائلة أو صلبة لكل واحد ديسيمتر مكعب في الحجم أو واحد متر مكعب في الحجم أو واحد سنتيمتر مكعب في الحجم. إذا يعني كل حجم له كتلة، كل شي حاجة المادة عندها حجم يمكن نوزنها وتكون عندها كتلة لاماس. نرمز لها ب إذا كان الجرام تيكون مع المتر مكعب مع السنتيمتر مكعب باردون مع السنتيمتر مكعب، إذا كان الكيلوغرام تيكون مع الديسيمتر مكعب، وإذا كان الطن تيكون مع المتر مكعب. إذا نعاود، الجرام مع السنتيمتر مكعب، الكيلوغرام مع الديسيمتر مكعب، والطن مع المتر مكعب. راه غير اون بوتيت ايغور دو فراب تما، مي راه الجرام مع السنتيمتر مكعب. إذن وضعية الانطلاق، قطعة من النحاس على شكل متوازي المستطيلات، ديما غادي نكونو كنختمو هكا. إذن المنشور عنده علاقة مع حيث هو حجم، غنشوفو الكتلة ديالو. قطعة من النحاس على شكل متوازي المستطيلات، أبعاد قاعدته، القاعدة ديالو على شكل مستطيل، الأبعاد الطول والعرض. إذا الطول يساوي 25 سنتيمتر والعرض 17 سنتيمتر، وارتفاعه أي ارتفاع المنشور اللي هو على شكل متوازي المستطيلات أش يساوي 35 سنتيمتر. وأذكر أن أش الارتفاع والمسافة التي تفصل بين قاعدتيه. السؤال، ما هي كتلة هذه القطعة؟ علما أن الكتلة الحجمية للنحاس هي 8.7 كيلوغرام لكل ديسيمتر مكعب واحد، يعني وقت ما هزينا حجم ديال واحد ديسيمتر مكعب كانوا عبروه كانوا وزنوه كنلقاو فيه 8.7 كيلوغرام. إذا بالنسبة للسنة المقبلة الامتداد هذه بين قوسين غادي يكون عندكم واحد الجدول ديال الكتلة الحجمية ديال بزاف ديال المواد، سيغتو لي ميتو بحال النحاس، الكويفر، الذهب، الفضة، الماء، الزيت، الكول، بزاف بزاف الخل، إذا الحليب. إذا غادي يعطيوكم كتلة حجمية ديال بزاف المواد اللي تيكونوا كنعرفوهم، وغادي تكونوا خاصكم دائما تكونوا حافظين. مثلا ملي كتخرج ليا 8.7 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب تنعرف راه هذيك الماده راه هي النحاس سكلاغ، وديال الذهب وديال هذه الكتله الحجميه هي اللي كتعرفنا على يعني كل ماده اشنا هي. اذا غادي نشوفوا انطلاقا من هذه الوضعيه، يعني اعطوني هنايا الابعاد ديال قاعده متوازي المستطيلات والارتفاع. اذا هذا اش تيذكرني؟ هذا الشيء كيذكرني انني خصني الحجم. اذا الحجم مع الكتله الحجميه باش نلقى الكتله. اذا غادي نمشي باش نشوف كيفاش غادي ندير واشنا هي العلاقه بين هاد المكونات. اولا يجب البحث عن حجم القطعه، كي قلت لكم V تساوي L ميتيبلي باغ L فوا H مضروبة في الارتفاع. ثم بما أننا في درس التناسبية فإن الكتلة متناسبة مع الحجم. إذا هادشي اللي قلت، إذا الأبعاد ديال قاعدة متوازي المستطيلات L 17،
ال 25 و اش 35. اذا ديما كنحط المعطيات باش نشوف اشنو خصني نخرج. اولا سابحث عن حجم متوازي المستطيلات في تساوي ال في ال في اش. 25 في 17 في 35 هي 14875 سنتيمتر مكعب الحجم. قلت لكم بان في الكتله الحجميه ملي كنلقاو الكتله الحجميه يعني الكتله والحجم فهما متناسبين، الكتله متناسبه مع الحجم، لاننا في درس التناسبيه دائما وهو اخر درس. اذا الجدول اشنو تيكون عندنا فيه؟ تيكون عندنا العدد واحد يعني واحد ديسيمتر مكعب ولا واحد متر مكعب ولا واحد سنتيمتر مكعب لا يتغير على حسب اشنو خدينا في الوحدات. الا حنا خدينا المتر مكعب الكتله راه تتكون بالطن، الا خدينا ديسيمتر مكعب الكتله تتكون بالكيلوغرام، والا خدمنا خدينا السنتيمتر مكعب الكتله تتكون بالغرام. اذا ديما الكتله الحجميه تتكون في نفس السطر هي التحتانيه مع الكتله، والحجم يكون في نفس السطر مع واحد. إذا قسمنا أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول نحصل على عدد لا يتغير وهو معامل التناسب، وفي الكتلة الحجمية معامل التناسب هو الكتلة الحجمية. سيكلاغ؟ إذا ديما إلا عطاوني الحجم وبتلقى الكتلة خصني نضرب في معامل التناسب، في الكتلة الحجمية تلقى الكتلة. إلا عطاوني الكتلة وقالوا لي ما هو الحجم خصني الكتلة نقسمها على الكتلة الحجمية باش نلقى الحجم. إذا حنا هاد الجدول كيمشي بينا الطريقه اللي تنديرو ديما، كنحطو اكس اما في الحجم اما في الكتله اما في الكتله الحجميه. اذا الا بغيت نلقى الكتله الحجميه كندير اكس في الكتله الحجميه، الكتله الحجميه تساوي الكتله في واحد مقسمه على الحجم. الا بغيت عطاوني اكس قالوا لي ما هي الكتله، الكتله تساوي الكتله الحجميه في الحجم مقسمه على واحد، اي الكتله الحجميه في الحجم. الى عطاوني كل شيء وقالوا لي نخرج الحجم، الحجم يساوي الكتله في واحد مقسمه على الكتله الحجميه. غير هنا هاد الكتله الحجميه عطاوها في كيف ما في الرياضيات كيعطيو التسميه كما عطاو لديك بي 3.14 وقالوا لها سميتها بي، هاد الكتله الحجميه عطاوها واحد التسميه سميتها غو بالفرنسية غو، وغو تتكتب بحال شي واو مقلوبة غو اخ او اي. غو هي لاماس فوليميك هي الكتلة الحجمية. اذا نمشيو حنا نطبقو بهذاك الشيء الرياضيات بقواعد ديال الرياضيات. اذا هادشي اللي قلت لكم الحجم يساوي الكتلة الحجمية في واحد مقسمة على الكتلة، والحجم هو لو فوليم، الكتلة هي لا ماس، والكتلة الحجمية هي غو. هنا كاينه غير اون بتيت فوت دو فراب هي قلبناهم، الكتلة هي لا ماس والحجم هي لو فوليم. اذا الكتلة تساوي الحجم في الكتلة الحجمية، ام لا ماس تساوي في ملتيبلي بار غو. الكتلة الحجمية تساوي الكتلة في واحد مقسمة على الحجم، غو تساوي ام ملتيبلي بار ان ديفيزي بار في. اذا هانتوما تما لا ماس ام هي الكتله، راه غير مقلوبين تما مع الكتابه بصعوبه باش تنكتبو مع الكلافي اون فرونسي. اذا لو فوليوم هو الحجم، في هو الحجم، راه غير مقلوبين، الكتله الحجميه هي غو. اذا الا بغينا نطبقو بالارقام نعود، عرفنا بان في تساوي 14.875 ديسيمتر مكعب. لان علاش حولنا لديسيمتر مكعب من سنتيمتر مكعب؟ لان الكتله الحجميه عندنا بالكيلوغرام في ديسيمتر مكعب. بما ان غو اللي هي الكتله الحجميه تساوي 8.7 كيلومتر في ديسيمتر مكعب، اذا ام تساوي في في غو. ولا بغينا نلقاو لا ماس تساوي 8.7 مضروبه في 14.875 كيلومتر في الديسيمتر مكعب، كتخرج لنا كتله هذه القطعه من النحاس هي 129.4125 كيلوغرام.
جيسبر كو فوزافي ان تي بو كومبري. اذا انا كنطبقو القواعد وكنحطو الجدول دائما قلت لكم الجدول فيه واحد لا يتغير وفي نفس السطر مع الحجم والكتلة الحجمية في نفس السطر مع الكتلة ونشوف السؤال شنو طلبوا مني، واش طلبوا مني الكتلة، واش طلبوا مني الحجم، واش طلبوا مني الكتلة الحجمية. سي كلير. اذا تنبقى اللعب على هاد الثلاثة وراكم كتعرفوا تخرجوا القواعد بدون حفظها غير من الجدول، تنحفظ غير الجدول وكنخرج القواعد. اذا قلنا الكتلة يعني لا ماس نرمز لها ب ام، الحجم يعني لو فوليوم نرمز له ب في، الكتلة الحجمية هي اللي عندها واحد التسمية خاصة تتكتب غو وهي تتكتب بأم قلوبة. إذا بالنسبة للتمارين التطبيقية كاينين في الجيد في الرياضيات، إذا هاد التمارين كاينين في الجيد في الرياضيات، تمارين جوج وربعة وخمسة وستة والصفحة 128. إذا حاولوا ديروهم، راه فيهم غير تطبيق القواعد، تنطبقو غير مرة كنقلبو على الحجم، مرة على الكتلة، مرة على الكتلة الحجمية وكنلقاوهم. اذا فيت ان افور على فيغ وصوبهم في الدفتر بكتابه جيده. بون كوراج، جيسبر كو vous avez compris la leçon et je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention.